بيبدأ فيلمنا مع الملياردير العبقري، وبنعرف انه زيف موته علشان يقدر يعيش زي الاشباح ويسافر لأي مكان، وزيف وفاته عن طريق انه اقنع الناس انه مات بعد ما انفجرت الطيارة الخاصة بتاعته. وبعد كده بنرجع فلاش باك هو بيتكلم على العملية اللي اتعملت من 4 شهور في ايطاليا مع الفريق اللي جمعه، وبرضه زيف موتهم كلهم، ومن ضمن قواعد الفريق ان محدش يعرف اسم التاني، علشان كده كانوا بيندهوا بعض بالارقام. وبنتعرف على رقم 1 هو قائد الفريق، وبعدها بنشوف رقم 2 وهي مصابة برصاصة، وبتحاول رقم 5 وهي دكتورة الفريق انها تساعدها، وفي نفس الوقت كانت عصابة المافيا بتطاردهم. وبنتعرف على رقم 6 هو محترف السواقة، وبالفعل بيقدر يسوق بسرعة ويهرب من عربية المافيا، لكن بنتفاجئ ان في موتوسيكل لسه بيطاردهم. وبنتعرف على رقم 2 اللي كانت شغالة جاسوسة قبل ما تزيف موتها، وبتقدر تضرب اللي راكب الموتوسيكل بالنار، وبكده خلصوا على رجالة المافيا. وبعدها بنتعرف على رقم 4 واللي بيطلقوا عليه اسم عداء السماء، لانه بيقدر يجري فوق المباني بسهولة، وكان شغال لص سابق، وبنشوفه هو فوق المبنى على حسب الخطة، وكان قائد الفريق بينبههم لو كان لسه في حد بيطاردهم. وبعدها بنتعرف على رقم 3 وهو كان شغال قاتل مأجور قبل ما يزيف موته من تاني، وكان بيسوق شاحنة على حسب الخطة، وبيروح ياخد رقم 4 وبيتجه ناحية الفريق، وبالفعل بيلاقيهم، لكن في اخر لحظة بتخبط عربية الفريق بشاحنة كبيرة وبسببها بيموت رقم 6، وبعدها هربوا من عصابة المافيا. وبعد كده بيتجمع الفريق في يخت في البحر ومعاهم رقم 6 وهم زعلانين عليه، لكنهم كانوا عارفين خطر المهمات اللي بيعملوها فتقبلوا الامر، وبعدها رموه في البحر. وبعد كده بدأوا يتناقشوا انهم محتاجين عضو جديد للفريق. وبعدها بنروح لواحد اسمه بلين، وبيكون جندي في الجيش، وبيفتكر اخر مهمة ليه، وكان دوره انه يراقب ويأمن المعسكر، وبالفعل ده اللي عمله. وفي يوم بلغ قادة الجيش ان في عربية داخل المعسكر وشاكك فيها، ويطلب منهم الامر انه يخلص عليهم قبل ما يدخلوا المعسكر، لكن القادة رفضوا علشان لازم يتأكدوا منها في الاول. واول ما دخلت العربية المعسكر بتنفجر، وهو ده السبب اللي خلاه يستقيل من الجيش، لانه تأثر بموت اصحابه، وكان في ايده انه ينقذ ارواح ناس كتير. وبعدها راح رقم 1 ليه علشان يضمه لفريقه، وبيحاول يقنعه انه ينضم لفريقه، وبكده يقدر ينتقم من الاشرار من غير ما اي حد يامره باي حاجه. وبعدها بيوافق بلين، وبعدها بيبدا رقم 1 انه ينفذ اول خطوه وهي انه يزيف موت بلين، ومن بعدها بينضم للفريق وبياخد رقم 7. ولما بيتجمع الفريق بيبدأ يحكي لهم ازاي قدر يجمع ثروته، وده لانه من وهو صغير كان عبقري، وانه قدر يطور تكنولوجيا حديثة بالمغناطيس ويحطها في الاجهزة الالكترونية. وبعدها بيبدأ يشرح لهم المهمة الجديدة، وهي تعتبر اخطر مهمة، وهي انهم يخلصوا على رئيس دولة تركستان واللي اسمه رفاق، وده لانه شخص ديكتاتور وظالم، والهدف انهم يخلي اخوه هو اللي يتولى الحكم مكانه، لانه مؤيد للديمقراطية ودايما بيقول ان الحكم من حق الشعب. وبعدها بيبدأوا يتفقوا على خطة علشان يعملوا انقلاب في الدولة، وكان لازم انهم يخلصوا على 4 جنرالات، وبعدها يحرروا الاخ الاصغر لان اخوه حبسه لانه عنده شعبية اكتر منه. وبيبدأ رقم 1 يحكي للفرقة على الظلم والفساد اللي بيعمله رفاق، وانه معيش الشعب في فقر وظلم وجهل، وكمان بيقذف الاحياء الفقيره بالقنابل الكيميائيه المحرمه دوليا. وبعد كده بيبدا رقم 1 يتكلم عن نفسه، وبيقول لهم انه ما بيحبش الشهره وعايز دايما اسمه يبقى في الظل، وبيقول لهم انه كل اللي عايزه يساعد الناس التانية. وبنعرف كمان انه اشتغل مع وكالات استخبارات وحكومات وطور لهم اجهزه تجسس، وكان هدف رقم 1 انه يطمن رقم 7 وهو العضو الجديد. وبعدها بيبداوا في تنفيذ المهمه، وكان اول اهدافهم الجنرال اللي كان بعته الرئيس رفاق علشان يقابل فيكتور تاجر السلاح ويشتري منه كميه كبيره. وبنرجع للفريق وهم متجهين للفندق اللي قاعد فيه الجنرال، ولما بيوصلوا للجناح بتاعه وبيقتلوا كل الحراس، بعدها بيستجوبوا الجنرال على المكان المحبوس فيه مراد، وهددوا انه لو ما اعترفش هيقتلوه، وساعتها بيضطر يقول لهم على مكانه، وطلع انه محبوس في شقه في برج في هونج كونج، وبعد ما اخدوا المعلومات اللي محتاجينها منه قتلوه. وبنرجع لرقم 3 وهو بيزور امه في دار المسنين، لكنها مش فاكراه لانها مصابه بالزهايمر. وبعد ما بيخرج وبيروح علشان يركب عربيته بيلاقي رقم 1 مستنيه، وبيقول له انا مش نبهت عليكم ان محدش يزور اي حد من معارفه بعد ما ينضم للفريق، لكن رقم 3 بيرد عليه وبيقول له ان امه عندها الزهايمر ومش فاكره اسمه. وبعدها بنروح للرئيس رفاق ومستدعي جنرالاته الجدد، وبعدها بيرميهم من فوق المبنى لانه شاكك ان ليهم يد في موت جنرالاته القدام. وبنعرف ان بسبب هجمات الغاز اللي بيعملها رفاق على المواطنين خلتهم يتضايقوا منه اكتر، وده اللي بيخلي شعبيه اخوه تزيد اكتر. وبنعرف كمان ان مراد مش هيخرج الا في حاله انه يترمي من فوق المبنى، وان رفاق منبه على رجالته لو حصل له اي حاجه خلصوا على مراد على طول.
طول. ومن الناحية التانية بيكون رقم واحد بيشرح لباقي الفريق على الخطة اللي هيحرروا بيها مراد، وادى لكل واحد مهمة، وكانت بتمثل ان رقم 7 هيكون القناص من مسافة بعيدة، والرقم 4 يتسلق المبنى، ورقم 5 هترمي على الامن غاز بيسبب ضحك هستيري، ورقم 2 و3 هيهجموا على الحراس وهم لابسين الاقنعة الواقية من الغاز. وبالفعل بتمشي الخطة زي ما خططوا لها بالظبط، لكن واحد من الامن بيقدر يبلغ الشرطة، وساعتها رقم 1 قال لهم ان قدامهم 13 دقيقة قبل ما الشرطة توصل ولازم يحرروا مراد باسرع وقت ممكن. ومن الناحية التانية بنشوف رقم 4 فوق المبنى ومتحاصر من الحراس، وبيكون مستخبي منهم في حمام السباحة، وساعتها رقم 7 بيضرب طلقة على حمام السباحة علشان يديله مجال انه يقدر يتنفس، وفي نفس الوقت بيكونوا رقم 2 و3 طالعين لفوق. وبنكتشف ان رقم 3 استنشق الغاز وبدأ يفقد السيطرة على نفسه، لكنه بيكمل المهمة بمساعدة رقم 2، وبعدها بيبدأ بينهم قتال قوي لحد ما قدروا يخلصوا على الحراس، وفي نفس الوقت رقم 7 كان بيخلص على الحراس من بعيد وبيأمن طريق رقم 4، وبيقدر رقم 4 ياخد مراد ويهربه. ومن الناحية التانية بيكون رقم 7 يقتل رقم 3 من غير قصد، وده بسبب انه مش متحكم في نفسه بعد استنشاق الغاز، بس الرصاصة بتيجي في القناع، وده اللي بيعصب رقم 3 وبيبدأ يضرب الحراس بالنار، وبتكون مرت 15 دقيقة وبتوصل الشرطة وبتطلع المبنى، وبكده بتصعب المهمة اكتر، لانهم بكده مش هيقدروا ينزلوا ومفيش طريق قدامهم غير سطح المبنى، لكن بيكونوا محاصرين برضو. لكن رقم 7 بيقترح حل بانه يضرب ازاز حمام السباحة لحد ما يتكسر وتنزل المية على باقي الحراس، لكن ده بيأثر على الفرقة برضو، لان رقم 2 كانت هتقع من المبنى لولا لحقت نفسها على اخر لحظة، وبدأوا خطتهم في الهروب، وهي عبارة عن انهم يهربوا من مبنى المبنى التاني من خلال حبل. لكن رقم 4 مش بيلحق يهرب وبيفضل هناك، وبيضطر رقم 1 انه يسيبه لان الشرطة حصرت المكان بالكامل، ودي تعتبر من ضمن القواعد في الفريق ان لو محدش قدر يهرب باقي الفرقة تهرب وتسيبه. ومن الناحية التانية بيحاول رقم 4 ينجى بنفسه من خلال انه ينط من فوق المبنى، لكن بيتحاصر من الحراس وبيبدأ واحد من الحراس يفضل يضربه. ومن الناحية التانية برضه بيكون رقم 7 مش موافق انه يسيب رقم 4 وانهم يقدروا يساعدوه، وبعدها بيقدر رقم 7 يخلص على الحارس اللي بيضرب رقم 4 في اخر لحظة، ولما بيوصلوا لمكان امن بدأ يتخانق رقم 7 مع رقم 1 لانه تخلى عن رقم 4، لكن رقم 1 بيقوله ان المهمة اهم من اي فرد، بس رقم 7 قال له انهم بعيلة واحدة وبيعرفهم باسمه، وبيعمل باقي الفريق نفس الحاجة، وبعد كده بيرجعوا لتركستان وبيستولوا على البث التلفزيوني، وبيقنعوا مراد انه يلقي خطبة على الشعب علشان يعملوا انقلاب على رفاق، وبيوافق بعد تردد، وبيقول لهم ان اخوه مجهز يخت علشان يهرب لو حصل اي حاجة، وبعدها بدأوا يكملوا في تنفيذ المهمة، وفي نفس الوقت بيكون مراد طلع على التلفزيون وبيحرض الشعب على الانقلاب، وبالفعل بيحصل الانقلاب وبيبدأ الشعب يهتف بسقوط حكم رفاق، وبنعرف ان الفريق حاطين قنابل على كل تماثيل رفاق، واول ما بيخرج الشعب بتفجر الفرقة القنابل، وساعتها رفاق بيتجه لليخت بتاعه، وهو في الطريق بيكلم رفاق الجيش وبيقول لهم يجزفوا الشعب بقنابل الغاز، لكن في نفس الوقت بيكون مراد هناك وبيقول لهم ما تسمعوش كلامه ويعلنوا عصيانكم عليه، وبيطلب مساعدتهم علشان يرجع العدل والسلام للبلاد. وبنرجع لرفاق بعد ما وصل لليخت، لكن الفريق كان بيطارده وقدر يدخل له اليخت، وده بعد ما فتحت لهم رقم 2 البوابة بعد ما قدرت تتسلل بين الضيوف. وبالفعل لما بيدخلوا بيهجموا على الحراس وبيقدروا يعطلوا الحراس، واليخت كان هيغرق بسبب المتفجرات اللي زرعوها، ورفاق بيهرب بمروحية، لكن بيتفاجئ ان مراد والفريق هما اللي في الطيارة، واترجاهم انهم يقتلوه، لكن رقم 1 بيرميه للشعب، وبيبدأ الشعب ينتقم من رفاق على كل سنين الظلم اللي عاشوا فيها، وبعدها بنشوف الاخبار وهم بيتكلموا على اللي حصل وعلى الانقلاب اللي انتهى بموت رفاق، وبعدها بيتفق الفريق لحد ما تتحدد مهمة تانية. وبكده احنا خلصنا الفيلم، لو الفيلم ده عجبك ياريت تعمل لايك للفيديو، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة، وياريت تنزل في الكومنتات تقول لنا رأيك، وما تنساش الجرس ليصلك كل جديد. وكان معكم احمد اشرف اللي سجله، وما ننساش امونيوس اللي كتبه وهشام صلاح اللي منتجه، وما تنسوش تعملولنا فولو على انستجرام، وبس كده، سلام.